السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة جاي لكم بجولة جديدة من جولاتي، وهي في جولة في محل سيلفانا الزاوية الحمراء استورة في تحطيم الاسعار. جولة جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله، باذن الله هتنول رضاكم وتنول اعجابكم. بس طبعا لو الجولة بتاعتي عجبتكم ما تنسوش يا حبايبي تحطوا لي لايك، عشان اللايك ده اللي هيعليني ويعلي الفيديوهات بتاعتي، وطبعا انا بيكم معاكم اكبر ان شاء الله باذن الله. فياريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش يا حبايبي تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من اكلات ماما وشيمو والجولات بتاعتي. يلا بينا بقى نروح على فين؟ على محل سيلفانا اللي في الزاويه الحمراء. ادوات منزليه، مفروشات، لبس، ملابس، كل حاجه تلاقيها في سيلفانا. يلا بينا. اول حاجه معانا القميص القطني ده زي ما انتم شايفين كده، والاسعار زي ما انتم شايفين قميص قطن عامل 115 بدل 155. طبعا الحاجات دي خامتها جميله جدا يا بنات. ده ترنج عامل 125 175 بدل 220. الاسعار زي ما انتم شايفين كده اهو، اسعار جميله وحاجات جميله وان شاء الله باذن الله هتنور رضاكم. قميص جيل عامل 35 بدل 60 جنيه. قميص فيزون عامل 55 بدل 95 جنيه. جلابية قطن عاملة 151 جنيه بدل 185 جنيه. جلابية جيل عاملة زي ما انتم شايفين كده يا بنات، ده ترنج شكله جميل جدا. دي بيجامة 3 قطع، ده ترنج قطن عاملة 150 جنيه بدل 200 جنيه زي ما انتم شايفين كده يا بنات. الترنجات اهو، ده 170 بدل 220 جنيه. طبعا اشكالهم جميله جدا. ده 140 بدل 185. ده قميص بالروب بتاعه، ده ترنج 150 بدل 200 جنيه. طبعا الخامات دي كلها قطن يا بنات، قطن طبعا يعني قطن 100%. ده بيجامه بالروب بتاعها زي ما انتم شايفين كده، ده ترنج قطن، وده ترنج قطن برضو عامل 165 اديداس اهو. بصوا اشكالهم جميله جدا وحاجات جميله جدا. قميص جيل عامل 25 بدل 50. قميص قطن عامل 105 بدل 150. نيجي هنا بقى للادوات يا جماعه المنزليه. ده مضرب، ده عامل 88 بدل 120، والاولاني كان عامل 125. دي الشماعات البنات اللي سالونا على الشماعه اللاف، هناك عامله 7 جنيه بدل 15 جنيه. مساحه الازاز عامله 7 جنيه بدل 15 جنيه. طقم الصواني بتاعت الكيك اهو يا بنات زي ما انتم شايفين عامل 98 جنيه. ده غيار الشرشوبه عامل 9 جنيه زي ما انتم شايفين كده يا بنات. ده الكفر بتاع الميكروويف، واللي قبليه كان كفر الغساله الاوتوماتيك. دي ستارة للحوض بعشرة جنيه. دي جزمة يا بنات خمس ادوار بخمسة وسبعين جنيه. في جزمة تانية اربع ادوار اهيا عاملة 65 جنيه. دي فوط مطبخ يا بنات التلاتة بخمستاشر جنيه. الستارة اللي هي بتاعت البانيو عاملة 35 جنيه بدل 65 جنيه. الرول بتاع المطبخ زي ما انتم شايفين عامله 44 جنيه يا بنات بدل 77. والرول اللي هو بتاع البوتاجازات والحاجات دي عامل 7 جنيه بدل 18 جنيه. ده بتاع البوتاجازات يا بنات الورق الفويل عامل 8 جنيه بدل 20 جنيه. دي فوطه مطبخ 12 قطعه ب 9 جنيه بدل 20 جنيه. دي فوطه مطبخ اللي هي قطن ب 4 جنيه بدل 8 جنيه. بالنسبه بقى للفوط يا بنات والمفروشات اهو، ده بشكير كبير ب 55 جنيه. دي فوطة ب 48 جنيه، فوطة بشكير، فوطة قطن تقيلة عاملة 38 جنيه. طقم ملاج يا بنات عامل 195 جنيه بدل 270، وده عامل 165 بدل 270. طبعا الخامات بتاعتهم تحفة جدا يا بنات، حاجات جميلة وهتعجبكم ان شاء الله. بصوا طقم الملاج ده عامل 195 جنيه. في طقمه تانية بقى 3D اهو زي ده كده عامل 270 جنيه. دي كوفيرتا قطن عامله 75 جنيه. المريله اللي هي بتاعه المطبخ النظيفه عامله 8 جنيه التقيله. ملايه قطن مطرزه عامله 150 جنيه بدل 350 جنيه.
كوفيرتا عاملة 175 جنيه، دي كوفيرتا اللي هي الثلاث طبقات عاملة 500 جنيه بدل 700، دي كوفيرتا برضو قطيفة عاملة 595 بدل 700، ده طقم فوط 4 قطع يا بنات عامل 140 جنيه. في طقم فوط تاني هون، طبعا زي ما انتم شايفين حاجات جميلة جدا واشكالها تحفة، ان شاء الله باذن الله تنول رضاكم وتنول اعجابكم. هو مكانه في الزاوية الحمراء يا بنات، هو ملوش فروع تانية، هو مكانه في الزاوية الحمراء. طبعا بسم الله ما شاء الله حاجات جميلة جدا وطقمة جميلة جدا جدا. وبكده يا بنات نكون خلصنا الجولة بتاعتنا في سيلفانا وتحضين الأسعار، حاجة كده جميلة جدا. روحوا يا بنات المكان ده هتلاقوا فيه الأسعار اللي قلتلكوا عليها بحاجات جميلة جدا وهتعجبكم. بس ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من أكلات ماما وشيمو. هتوحشوني في فيديو جديد ونتقابل على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.